احمد عبد الرضا كمان حامل مشروع كتير حلو، خبرنا شوي عنه. مشروعي وسام حيحمل عنوان ضد السرعه بالتهور والتهور اثناء القياده. بتعرف انت انه نحن طلعنا يمكن شباب كلنا بنمثل الشباب اللبناني، فبنقدر ناثر عليهم. فباذن الله مشروعي ان شاء الله بالتعاون مع كون هادي ومع نائبه رئيسه جمعيه كون هادي مدام لينا جبران. صار في تعاون، صار في تعاون وصار في يعني بلش الشغل على الارض ان شاء الله. اول في لنا لقاء كمان نهار الثلاثاء ان شاء الله كمان باحدى الجمعات. فان شاء الله بنقدر نوعي الشباب اكثر. وسام عم نشوف انه يعني عم نشوف نسبه كثير كبيره من نسبه كثير كثير من الشباب عم تموت بسبب انا بحسه موت بلا طعمه يعني على الطريق. فانه خصوصا انا انه لامس حادثه من احد رفاقي كمان، فبتحس انه ان شاء الله بقدر اعطي اكثر. وكمان بدي اشكر استاذ نضال بشراوي اللي سمح لنا كلنا انه برامج كل واحد عنده برنامج وهيك، وان شاء الله بنقدر ننجح فيهم كلنا. هيدا الشيء المميز على كل حال، نحن معودين انه بس المستر هو يحمل البرنامج السنه، لا عم نشوف المستر والشباب البقيه اللي وصلوا تصفيات نهائيه حاملين برامج، هيدا دليل انه كل شخص حيتسلط عليه الضوء بشكل مختلف. ووسام كمان في شيء غير هيك، انه كلنا حنتشارك مع بعض ببرنامجنا، يعني خمستنا حنتشارك بكل برنامج بكل واحد. حلو، هيدا شيء حلو كمان. حسن، شو برنامجك رح يكون لهيدي السنه؟ يمكن بيستغرب بعض البرنامج اللي انا قررت اخذه وال بدك تقوم فيه هيدا السنه. بدي اقوم فيه هاي السنه. اوكي. إن هي عن المرأة. اوكي. فهي المرأة هي أول حدا بيكون أنا بعرف شو مشروعك. هي حماية المرأة من العنف الأسري والظلم المجتمع على كل حال حسن، هيدا الموضوع كثير حساس وعم ينشغل عليه بالفترة، كثير عم يتسلط ضوء هذا الموضوع، كثير عم نشوف بيلبوردز على الطريق. صار وقت للحكومة أو الدولة اللبنانية يحطوا قانون إن شاء الله يمنع. يعني في بعض ليك في حواجز الدين وحواجز كثير أمور رح تكون بمرصاد هذا القانون، بس ان شاء الله المراه بتاخذ حقها بيوم من الايام. ان شاء الله انا هلا حجرب قد ما في بكل حمله سلميه وديمقراطيه انه ساعد ووقف وجرب ان شاء الله باكي بيصير معنا شيء ان شاء الله. علي، كمان من المواضيع المهمه يلي رح تقوم فيها هيدي السنه وكمان عم تختاروا مواضيع كثير حساسه، شو مشروعك؟ انا مشروعي بيئي بحت. اوكي. انا من صغري بحب الطبيعه، بحب هيك، فلذلك نفسي شي نهار نحس انه عن جد صار فينا نقول رجع لبنان اخضر اكثر من ما كان ان شاء الله. فكرمال هيك لازم كل شاب لبناني مني ومن غيري الكل يسمعني هلا انه لازم ننتبه لبيئه لبنان. بالنهايه لبنان بلد معروف بيئته حلوه ولازم على طول يعني ننتبه لهالخبريه. طيب شو عم بيصير في خطوات عليه هلا؟ كرمال هيك نحن بلشنا حاليا امنا حوالي 5000 شجره وبدنا نحاول نزرعهم بالاتصال مع كل البلديات بلبنان باختلف المناطق، بالجنوب بالشمال حيالله محل. فلذلك نحن بدنا نزرع هالشجر وخطوات ثانيه، اي حدا بيقدم شجر اكثر من هيك كمان نحن مستعدين ناخذهم بالتعاون معهم نزرعهم باي مناطق. وغير هيك حيكون في عده خطوات اخرى كمان بيئيه كلها. تأمنوا ال 5000 شجره؟ الحمد لله ايه، في 5000 شجره حاليا مأمنين وبدنا رح يصير في تعاون مع البلديات. صحيح صحيح صحيح، وكل الشباب اكيد رح يتشاركوا معنا بهذا المشروع. اول ناس بدهم يكونوا موجودين، هي ما في شك. رح بقول انا انه هن كلهم كلنا بدنا نساعد بعض، هن بدهم يساعدونا على مشروع لانه الواحد ما في ينفذ شيء لحاله وكلنا بدنا نساعد بعض ان شاء الله شباب. على كل حال وفي كمان من برا الناس يساعدوكم. انا هيك طلعت الفكره انا هلا انه في، لانه على كل حال في سعيد حريري اللي عامل فيسبوك بيج بمستر لبنان، نوجه له احلى تحيه لسعيد، عم بيتعب معنا كثير. اوكي، نوجه لك تحيه سعيد. على كل حال هو بيقدروا كمان الناس يتواصلوا على بيج مستر لبنان، بعتقد بيعملوا لايك بيشوفوا صورتك وبيقدروا بركي هن يتابعوكم وين اليوم انتم عندكم مشاريع وين عندكم محاضرات، بيقدروا يكونوا معكم ويتابعوكم بهيدي الامور. شو رايكم بالخبريه؟ اكيد انا اجرك من اصلا. وين رايحين؟ وين رايحين بلاي؟ وين سهرانين؟ لا بلا فضايح على الهواء. الي، شو بروجرامك؟ انا بروجرامي فاجعه اجتماعيه هيك لكل المجتمع. خبرنا كيف يعني؟ هي الادمان بكافه انواعه وخاصه المخدرات، لانه المخدرات صار كثير عم بينتشر بالمجتمع وخاصة بالجامعات بالسهرات بالتكاكين بكل شيء وين ما كان معك. ايه، لانه مثلا المخدرات صارت بالبونبون للاولاد بالشوكولا
بالسهرات بدرينك. تعرف خبرك شغله الي على الزهره لسوء الحظ موجوده بلبنان وانا بدوع عليها في بيصير في حفلات ما بدي روج بصوره سيئه عن الموضوع بس الحفلات اللي عم بتصير دي جيز المهمه اللي فيها الاف من الشباب اللي يمكن تحت 18 حتى بيكونوا موجودين وعم بياخذوا حبوب اكستسي هذا الشيء غلط منشطات هذا الموضوع لو لازم فينا نضوي عليه كمان اكيد وهذا جزء من الموضوع لانه كل شيء بيتعلق هذا الشيء انه بده توعي من وراء المحاضرات اللي رح اعملها بس قبل انه رح اخضع لدوره تدريبيه كرمال اقدر اكون مع مين رح تكون الجمعيه تشتغل جمعيه جاد وصار في شغل معهم لحد هلا؟ نعم مع عم بتعاون مع رئيس الجمعيه جوزيف حوات وبدي بس وجه تحيه للنائب استاذ الي ماروني هو الراعي تبع هو كان راعي حفل اسمه مستر لبنان والداعم الاساسي لمشروعي فبدنا نتعاون ورح يكون على صعيد الشغل مش بس بلبنان مؤتمرات برا كمان اوكي رودولف مثل ما عم بشوف انه في ناس اللي بتكون عم تحضرنا بتقول انه كثرة حكي ما اقول حينفذوا شيء لا عم بتفاجئ منكم انه بلش الشغل يعني اليوم مع الي اليوم في اتصال مع جمعيه جاد مع علي اليوم امنوا 5000 شجره مع حسن اليوم عم بيصير في تواصل كرمال العنف الاسري احمد اليوم جمعيه كن هادي بلش شغل يعني معه وانت بلشت حمله الالف ليره يعني تقلك شيء اول شيء كان يطلع الملك ويعمل مشروع واحد ويقولوا عنه حكي هسه رح يقولوا اكثر حكي لانه في خمس مشاريع بس لا بلشنا نشتغل عم تقوموا بميزانية الدولة يعني شو بدكم تطيروا الحكومة يعني لبنان مثل ما قال مرة مثل ما قال امبارح أنا معكم لا عم بمزح مثل ما قال امبارح نضال إنه لبنان مش بس للمسؤولين لبنان هذه كلمة كثير مهمة مزبوط قالها بالمؤتمر الصحفي هلا إذا بنشوف لأنه كمان عملتوا مؤتمر صحفي أطلقتوا فيه برامجكم مزبوط تفضل فلبنان مش للمسؤولين لبنان إلنا ونحن بدنا نجرب نشتغل قد ما فينا هلا أكيد المشروع مش رح يتنفذ اذا مش كل العالم ساعدونا هيدي صور من المؤتمر الصحفي يلي اجتمعتوا مع الصحافه واطلقتوا فيه برامجكم وكانت حادثه لاول مره بتصير بلبنان هي انه الخمس مشتركين اطلقوا برامج مختلفه رح يقوموا فيها على مده سنه وان شاء الله هيدي البرامج مش بس تكون على مده سنه يعني تكفي معكم حسن انا كنت افكر حتى تضوي على شيء رياضه رجعت تفاجات انك العنف ضد المرأة اللي هو شغلة كتير مهمة وشغلة مميزة بلبنان. أنا بلعب بالباسكتبول بس بنفس الوقت هذا الشيء كتير بضايقني كتير بشع تشوف مرة جنس لطيف عم تعرض للعنف. كل واحد منا بده يتخيلها إنه أخته يا أمه يا حدا. فالرجال قوي بس لازم نفس الوقت يكون لطيف مع الجنس واليوم في عنف مش بس العنف بالايدين يعني اليوم انا اعنف المراه أكيد لما ما اخليها تشارك لما اخليها ما تشارك بالمجلس النيابي ما اخليها تشتغل ما اخليها تشارك بالمجلس الوزاري اليوم توقف علمها في ناس ما بيخلوها تتعلم اذا واحد زوج واحد بوقف عن التعليم اليوم لسوء الحظ انا بقول له مثلا بالحكومه ليه ما في نساء بيقولوا ما في مراه في لبنان بتستاهل هيك موقع يعني هيدا اكيد مش بس هون كمان بكتشوف كمان بال وين في كثير قانون مثلا المراه اللبنانيه المجوزه من اجنبي ما فيها تعطي جنسيتها لابنها لاولادها فهذا الشيء كمان لازم يسلطوا ضوء عليه حتى لو مش مجوزه يمكن لو بلا ما تتجوز حبيت مثلا ما فيها سبب رح يطلع بلا جنسيه بلا جنسيه ما في يشتغل ما في يتعلم ام ولكم رجال الدين اليوم